على عكس الاتهامات القائلة بجمود عسكري في اليمن، يؤكد التحالف العربي وجود تغييرات عسكرية سريعة في الميدان. فالعمليات العسكرية تعتمد وفق ناطقها الرسمي اللواء أحمد عسيري استراتيجية عدم الاستعجال تفاديا لوقوع خسائر في صفوف المدنيين. لم ينفع عسيري ارتكاب التحالف أخطاء وتجاوزات، لكنه نفى وجود حصار على اليمن، موضحا أن التحالف فرض حظرا بحريا لمنع إمداد الميليشيا بالسلاح، ومنح في الوقت ذاته المنظمات الدولية تصاريح دخول لليمن، مستثنياً المنظمات التي تحمل أجندة سياسية. لو كان هناك حصار لما استطاعت المنظمات الإنسانية والحقوقية الدخول لليمن والتواصل والعمل، وهناك من المنظمات من يبذل جهده لإنجاز أعمال على الأرض، وهناك من المنظمات من يبذل جهده في الإعلام ومهاجمة التحالف والإساءة للعمل الإنساني الذي يقوم به المجتمع الدولي وليس التحالف. تصريحات عسيري التي ألقاها في ندوة أقامتها السفارة اليمنية بباريس ركزت على ميناء الحديدة الذي أضحى بحسب عسيري منفذاً يمدد زمن الحرب اليمنية، فلم يعد الميناء مكاناً آمناً لإيصال البضائع الاقتصادية، بل مصدراً لتهريب الأسلحة الإيرانية والاتجار بالبشر. وفق عسيري فإن التحالف يعرض خيارين لحسم وضع الميناء، إما وضع مراقبين دوليين على الأرض لمتابعة المشاريع الإغاثية، أو عودة الميناء لسيطرة الحكومة الشرعية. سياسياً أكد عسيري سعي التحالف لحل سياسي شامل مشروط بتطبيق القرارات الدولية واحترام إرادة اليمنيين، مشيراً إلى أن الحرب في اليمن نشبت بسبب محاولة الحوثي جعل اليمن مرتبطاً بأجندة خارجية. أرادت الميليشيات الإنقلابية إلغاء هوية الدولة اليمنية وتحويلها إلى بلد بدون قانون وبدون نظام مرتبط بأجندة خارجية، وتصبح منطلق لزعزعة الأمن والاستقرار لدول الجوار. بنظر عسكريين فإن التحالف العربي يبدو مصراً على المضي في عملياته العسكرية بالتوازي مع الاستمرار بالتعاطي الإيجابي مع الحلول السياسية، لكن التحالف وفق ناطقه لن يقبل الحلول الرمادية التي تجعل الإنقلابيين جزءاً من الحل في اليمن.